بس تقول مازن كوين، بتقول بوزيتيفيتي، بتقول اجواء حلوه، ابتسامه دايمه، رواق وتانجو اكيد. بونجور. بونجور. يعني قد ايه الرقص بيعطيك وقد ايه بتعطيه فعلا؟ يعني كثير كانه يعني بتعرف عليك الواحد او عليكم اجمالا، يعني اللي بتمارسوا الرقص وخاصه التانجو او بقيه انواع الرقص، عندكم عالم خاص يعني. وحبصير اقول يا ريت بقدر اكون عن جد هالقد انفولف. بالفعل مثل ما عم تقولي، التانجو هذا هدف من هدفنا نحن، انه هالتأثير الإيجابي هذا على المجتمع وعلى الناس اللي بيمارسوا، لأنه هي رقصة اجتماعية، سوشيال دانس، بتأثر كتير على المتبعون، على صحتهم وعلى كل شيء. ومثل ما قلت، بيعطي وبياخد الواحد. أنا بقول أنه بفتكر ما فينا ناخد شيء، فينا بس نكون عم نحضر حالنا ومنستلقي منستقبل، لأنه الدنيا هي كلها عطاء. والرقص بده يكون يعني بيعلمه للواحد التهذيب والكرم والمسامحة، فلأنه في بارتنرز دايما عم يشتغلوا مع بعض، التولرنس معينة يعني بدها تكون موجودة أكيد، فبتعكس أكيد على جوا وبيعكس برا وجوا بصير. على كل حال كمان في شخصية الإنسان، يعني في ناس شخصيتهم بوزيتيف أكيد. إيه أكيد، ما بشوفوا إلش إلا بطريقة إيجابية. خبرنا شوي عن تانجو فيستيفال ببيبلوس السنة اللي رح يكون، لكينا جمعة سبت أحد، صح؟ هاي الجمعة وسبت أحد، هيدي خامس دورة لهالمهرجان، رح يكون بساحة اليونسكو دغري حد متحف الشمع بجبال بالهواء الطلق. نحن بنحول الساحة، بنحط الباركي الدانس فلور مع الإضاءة على الشجر وهيك، جو كتير حلو. وعم عم تشوفوا كم صورة هلا، وبيجي ناس مشتركين بين هواة ومحترفين. هو مثل صار موعد سنوي بجبال لكل هواة وعاشقين التانجو، بيجوا على جبال وبيلتقوا، وبنعطي دورات هيك يعني دورات ورش عمل وركشوبس لكل اللي بيرقصوا، فمشان نطور كمان مستوى الرقصين بلبنان، ويكون فيها الاكسبيرينس هالتشارك ونقل خبرات اذا بدك وشغف بين الهواة والمحترفين اللبنانيين والهواة المحترفين الاجانب كمان. السنه في اجانب موجودين بلبنان طبعا مثل كل سنه؟ السنه كثير احسن هذيك السنه، لانه يمكن رأي الوضع الامني شوي، اللي عم يجي من برا صار بيطمن اكثر، فصار في عنا يعني هلا صار في عنا ثلاث اربع اوتيلات، بطل في محل، بعد رابع اوتيل بعد في يمكن كم محل بس للمشتركين اللي جايين من برا، من كل الدول العربيه حوالينا، وكمان جاي ناس من اوروبا. خلينا نشوف اجواء التانجو فيستيفال اجمالا وخاصه السنه الماضيه كمان ببي بلس. موسيقى مايسترا. Thank you.
شو بده التانجو؟ بده بس حدا يفتح يعمل اول خطوه. هي دائما بيقولوا كل رحله الحياة بتبلش بخطوه، والتانجو كمان ببلش بخطوه. بده ثقه بالنفس ولا بيعطي ثقه بالنفس؟ بيعطي ثقه بالنفس اكيد. وهي في اشياء، يعني انا عاده بشيل كل الايموشنز على جنب اول ما نبلش، يعني بقول لهم انه ما في خوف وما في احيان انه غلط او شيء، ما في جادجمنت. ببلش واحد بطريقه كثير علميه وكثير بسيطه، منبسطها لناس وبنعمل نشوف شو هو الاوبجكتيف. يعني عندنا اوبجكتيف مش بس تحليلات كثير وهيك، بنشوف هالكونكشن بين البارتنرز ليقدروا يتواصلوا. ومثل ما شفنا هلا بالفيديو في يعني المهرجان عنده كذا قسم منهم، السهرات اكيد، والسهرات الكل بيكونوا عم يرقصوا هالهوات، وبمحل معين بنص السهره تقريبا بنوقف وبريزنت، بنقدم الارتست المحترفين وبيقدموا لنا عرض، وبعدين بكملوا كل الناس يرقصوا سوا. وكل ليله بيكون في دي جي معين بحط موسيقى. السنه الجايه لعنا هن اللبنانيه بس عايشين بسان دييغو بامريكا، صباح شماس وزينة كمان مرته، رح يكونوا كل ليله حدا منهم. هن عشاق تانجو من 15 سنه، بروح على الارجنتين وبيرقصوا تانجو، بحطوا موسيقى وين ما كان. فهذا. والشيء الثالث يلي انا كثير بهمني كمان هو الورك شوبس يلي الناس مثل ما قلنا عم يتعلموا بنهارات بيكون. وفي شيء كمان سياحي للناس اللي جايه من برا، وحتى للبنانيه كمان عم يجوا يقعدوا، عم يصير مثل فرصه يعني سياحه داخليه، عم يقعدوا بقلب جبال ثلاث اربع ايام، عم يمشوا ماشي ما حدا بسوق سيارته ثلاث اربع ايام، وبروحوا من الاوتيل للورك شوبس للسهرات عشيه. يعني بين جو التانجو وجو جبال اكيد شيء سحر. ويكند روعه. احنا خيرنا لهالمدينه، وهون بحب اشكر كمان بلديه جبال لانه دائما بيساعدونا وبشجعونا لهالعمل هيدا. فاذا كيفيه الاشتراك ان كان بالورك شوبس وكمان حضور السهرات؟ صح، عندنا صفحه على الفيسبوك اسمها بيرو تانجو، هي جمعيتنا، جمعيه بيرو تانجو. وفي الويب سايت اللي هو tangolebanon.com، بيقدروا يتواصلوا معنا. وفيهم كمان يوصلوا اللي بده يحضر السهرات بس، في يوصل عشيه على الباب وفي يقدر يفوت يحضر جمعه وسبت واحد، وكل ليله بروجرام مختلف. الجمعه رح نبلش بعرض مع تلاميذي وانا رح شارك فيه كمان الجمعه، والسبت عرض مع كابل جايين من فرنسا وتركيا، والأحد تركيا واليونان كمان رح يكونوا مشاركين معنا بعرض. أجواء طبعاً كتير حلوة. بالنسبة للوركشوبس يعني للمبتدئين workshops؟ صح، للمبتدئين رح نعمل سنة باراد، يعني رح من أول سوق جبال العتيق رح نقطعه. هديك سنة عملناها كان في تقريباً شي 20 ثنائي كابل عم يقطعوا، كانوا شي كتير حلو. قطعنا الشوارع كلها وكل الريستورانت هونيك حطوا موسيقى، عطيناهم نحن غنية مسبقاً واتفقنا معهم على التايمين، كان في تنسيق يعني هي. فكانوا عم يقطعوا، كانت كل جبال صارت موسيقى تانجو بوقت معين تقريباً صوب الساعة 7 عشية السبت هيدي رح تصير. وهالناس لحقونا، صاروا يلحقونا الناس بهالباراد ماشيين فيها، ووصلنا على الفانيو الأساسي اللي هو بساحة اليونسكو. ومع كل اللي وصلوا عطيناهم كور جراتوي هجمية بتقدمه، لأنه نحن هدفنا إنه نكبر عدد الناس ونخلي الناس تكتشف التانجو لكل ميلاته، اللي كانت للمود مثل ما عم تحكي، للناس بتحب ترقص، إن كان للصحة، ليتعرفوا على ناس كتير وكل الأعمار. هيدي بحب أقول إنه كل الأعمار، نحن ما بنقول مايسترو لحدا بالتانجو إلا ما يكونوا شابوا شعراته أكثر مني كمان. الخبرة يعني إنه الخبرة بعد 20-25 سنة، ويكون كمان تلاميذه صاروا أساتذة. صاروا ومش دائما متعلم يعني التانجو أو أي نوع من رقص بهدف المهنية أو بهدف أكيد الاحتراف. أكيد أكيد، هي مثل يعني، مشان هيك أنا بقول دائما هواة ومحترفين، لأنه في هواة بيكون حتى مستواهم أعلى من المحترفين، لأنه بس هي بحب أعرف كلمة محترف يعني هي شغلته العايش منها. اما الهاوي فهو في يكون احسن من المحترف ويكون عم بمارسها بس لسعادته الشخصيه، يعني لسعادته الشخصيه. الفيستيفال الحلو فيه انه مش بس للاشخاص يلي بيرقصوا او بدهم يتعلموا الرقص، بس كمان لمحبي هالنوع من الفنون يكون يعني أكيد. عم يشوف عم يتمتع. اكيد مين ما كان في يجي، لانه في مثل ما شفنا بالفيديو في الساحه بنحولها مثل ما قلت لك، في طاولات وفي ابتداء من اي ساعه بتكون؟ من الساعه جمعه وسبت الساعه 9:30، والاحد الساعه 7 لحد نخلص بكير شوي. سو جمعة وسبت 9:30 والأحد 7:00، وفيهم يوصلوا ويقعدوا في طاولات وفيهم يقعدوا يشربوا شيء. أما المبتدئين يلي بدهم ياخذوا workshops، الوركشوبس هيدا يعني بيكون على 3 ايام؟ على 3 ايام صح، في يقدروا ياخذوا الوركشوب بهون. وكمان للبنانيه الموجودين هون كمان انا بحب اقول انه عندنا مدرسه ببدارو اسمها مازن كيواندي اكاديمي، اذا كمان بيلاقوها على الفيسبوك، وعندنا كل انواع الرقص مينلي تانجو، وفي انواع رقص ثانيه كمان بيقدروا هيك بيصيروا كل السنه
بيتمرنوا وعندهم ريجولر يعني. الاغلبيه بيعتبروا هم انه يكون لازم يكون عندهم بارتنر لحتى نحن بنشجع دائما يجي بارتنر، لانه دائما بالرقص بتحسي انه الرجال عددهم اقل شوي، بفضلوا الفوتبول بركي والباسكت. فين يعملوا اثنين؟ فين يعملوا اثنين اكيد، وهي بدها ايقاع. انا اللي بيعملوا سبور واللي بيلعبوا فوتبول هيك بيجوا كثير بيكون ايقاعهم صح يعني، لانه بدها افونتاج يعني. افونتاج لهم اكيد. فبشجع الكل، والرقص اليوم الكل صاروا يعرفوا يعني، هي صارت من عادة كتير عم نكررها، هو الرقص دليل رجولة وأناقة واحترام بينه وبين الامرأة يعني، منه لأنه قبل كان الرقص أنه الرجال مش كتير، بس هيدا لازم يشروها من رأسهم نهائيا. بعتقد تقدمنا كتير بهالمجال أكيد. أي بس بعد مازن كيوان، أهلا وسهلا فيك. فإذا الموعد هو 28-29 و30 الشهر، جمعة سبت أحد بجبال. بالنهار في ووركشوبس، ومن عشية في السهرات، وعم نشوف أجواء كتير حلوة. بيقدروا على السوشيال ميديا يكونوا عم بيتابعوكم، لحتى نكون عم نتابعكم، لحتى نكون كمان عم نتمتع معكم بهالفستيفال الحلو. شكرا لك. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. وفي هلأ بنرجع نتابع لايف.